صباح الخير عمي، شلونكم؟ بالذكاء خلي هاي بجيب اليوم تلهف، اقول لكم انه انا صرت شاعر. ما تصدقون يعني. اصبروا. سيف تعال. قول لهم يا ابان مو صرت شاعر؟ ايه صار شاعر اصلي. اسمع شوف هاي زرقهم. ابا وعشمس واتذكر الليل احس بالجرح واشرب سفن دايت. شلوني بشرفكم؟ شلوني برابكم؟ ما حظ بخت. شلوني سيف؟ شلوني فتيان؟ ما يلحقك. انا اصلا ابو فتيان، انا علمت دروس خصوصية على الفنتين بالليل. طالعين انا والعينتين، نروح نجيب شغلات ونرجع. خليكم يا شباب، شوفوا اللي ما مشترك اشترك تمام، وشغل الجرس همين، وخلوا لي لايك لا تنسوني. يلا حتى احبكم اكثر. وهذا السناب ماتي وهذا الانستغرام ماتي، تابعوني. وشوفوا سيف شلون شاعر. سيف ازرقنا بشعر. يا زرقك ياهو. يلا اي واحد، يلا بسرعة. براحتك، وانت تطرب على الغريب. عرفوه. لا واحد جديد. هيك جديد خشن. جديد يا ولد. اسمع. سامينا منا ايه ايه وكا وكا ايه ايه. هذا هيك يلمس المشاعر، يحس بالخوش. كيفكم يا صديقون؟ يا شباب سيف تذكر الشعر. يلا سيف اضربنا. اضاوع على الجرح، حسبالي معجون، طلع ينزل صدق واني ما حسيت. في طريقنا للميدان شفنا هذا يبيع خوش سوالف، شو يسموه، شاي مال رومان، وهذا هم طيب، بس هذا انا اكرهه بصراحه لان مره فشلني لبسس. ما شاء الله، يوم الجمعة الزحام، صلاة السبت هاي اليوم، مو هم عندهم صلاة جمعة وصلاة سبت، تدري يعني شوية اختلاف ثقافات إلا مو أكثر. طبعا هذا الشارع العربي بميدان سنيورت، تمام. المنطقة اسمها سنيورت، هذا المكان اسمه ميدان سنيورت، منطقة كلها عربية، مثل ما تشوفون كلها مطاعم عربية ومحلات عربية، هي سورية مو عربية، بالخصوص سورية، تمام. فإذا تحبون أي شيء عربي منها تلقون. يا شباب احنا جينا انا وسيف ده نتمشى بالميدان، حلو. وصلنا نص الطريق، هسه سيف اختلف علي يريد يرجع على البيت. والله براكم هاي السالفه تتقبلوها؟ يعني هسه المفروض ما زعلنا بس احرق ما اضرب بلوك. مو لا لا بيناتنا زعل اخي. شلون تعرفني على الطريق؟ هسه انا رايح للبيت. ما شايف البيت. واذا ما شايف البيت انت شايفني. المهم يعني ما يصير، براكم تقبلوها انتوا. راح سيوفي. مع السلامه، عافني وراح. بما انه سيف راح قلت ارجع العب شويه بي اس 4 يعني بلاي ستيشن 4 واتسوق وارجع على البيت. يلا خلينا نشوف. اشتريت قطايف بالحلبي بالشامي ستاتي، اللي هي ما اعرف شنو كل المعاني، بس طيبه كلش، من محل سوري اشتروها، تمام. يلا خلينا نكمل الطريق، ما ادري وين. اوكي يلا كمل. انا جينا مع صديقي هذا عراقي المحل ضرب بيس 2012. طبعا انا ريال مدريد اشجع، اكيد ريال مدريد، ما ادري اذا انتم تشجعون برشلونه، بس انا ريال مدريد، تمام. فيلا من الله التوفيق، احلى راموس، وهذا ما اعرفه من هذا الجايف، هذا برشلوني. 4-1 وبعدها طاوع النار، ما ادري شنو هو هذا مثل، هذا يقول لك بعدها المباراه ما خلصانه، مع انه انا فايز حاليا. كملنا اللعب، نفتح معود، خلينا نروح نسوق. يلا كملنا الطابه. طبعا المستويات ماكو والله، كله فزت، بس واحد تعادل فيهم، كله 3-1 5-1 1-3-1، يعني 3 مرات لعبت كله فزت. مستويات ماكو. طبعا هذا السوق اللي هنا أنا كل سبت يفتح، تمام، مو كل سبت من الاسبوع، على طول السنه يعني، فانه هو سوق متنقل كل يوم مكان، كل يوم مكان. فصرايح لانه اسعار رخيصه واشياء جديده كل شمال اليوم يعني. اوكي فيلا شوفوا انه كل شيء جديد، كل شيء جديد. طبعا ملابس وكل شيء منزليه وهاي سوالف كلها، مو بس خضروات وكذا، كل شيء هنا يبيعوه كل يوم بمكان. يوم السبت بس سنيورت يعني يمي، بس انه هو كل يوم مكان. طبعا ما اقدر اتصور لكم انه انا شايل غراض بينكم وشايل. المهم اشتريت مكناسه، تمام، 7.5 ليرات، بوتيتا، وشنو هاي، خضروات، برتقال، طماطم وخيار وجزر. مع الواحد قاعد وحده خطايا. يلا اهم شيء ما ننسى نقفل الباب والمفتاح ويانا، هاي اهم فقره في تركيا كلها. دايحين يا وطن دايحين. اقول لكم يا ترى كلش مدن انت من النهار، والله العظيم قبل شوي قاعدنا هسه مغرب، يعني شنو السالفه؟ نقول له شنو السالفه؟ والله قاعد ذكر بنيه بدها تمشي واحدهم الاسود. الله الله، يلا عم يلا. فهسه رايح للقهوه، خليكم اشوفكم القهوه اللي اروح عليها انا واصدقائي، طبعا شيء خرافي راح تشوفون كل شيء. يلا خلينا نروح ناخذ الباص، والباص عاد، بس يلا خلينا نروح. يلا زحام الباص، وهاي هسه نزلت من الباص. طبعا صاير خنين من كثر العالم، البي مليان عالم، مليان عالم وازدحام،
المهم وصلت هاي المنطقة، المنطقة اسمها بيليكدوزو، الشارع اسمه التينيودز. المهم رايح على قهوة اسمها بيك بايت، هسه اشوفكم اياها همين، وان شاء الله اكيد راح تعجبكم، ان شاء الله هم راح تعجبكم يوميا، هي كلش عجبتني واني يومية هنا، يومية هنا. اوكي فيلا خليك متابع. هذا الشارع التقاطه اسمه ألتن يلدز، اكو هناك مقهى اسمه جوجا، طبعا جوجا كلش كلش مشهورة المقهى هاي، هو تركي. اوكي شوفوا جوجا تصير هنا البيك بايت، هاي البيك بايت، وطبعا بها انه الحلو بها انه المقهى عربي، السوريين يشتغلون به، والاكل العربي كله والاكل التركي والاكل الغربي كله كله يعني مقهى على بعضه، فكلش كلش حلو، خدمتهم هم كلش حلو وامينين و الناس وردة مال الله. هاي الطاولة مال المقهى، طبعا هذا المقهى هو بصورة عامة. اوكي المقهى طبعا خرافي خرافي خرافي، اقدم لكم موبايل المتواضع وجقار المتواضع وكوباكي الثاني بجيبي ومن هنا الدخول تمام. وهاي الاسعار مال المقهى طبعا خل اشوفكم اياها، اذن الصودات ما ادري شنو، بس طبعا شغلهم كلش حلو مرتب. اوكي انت احفظوا الاسعار منكم، ما راح اشوفكم اياها وحده وحده. اوكي بالنسبة للاسلام يعني ما اعرف شنو يعني، اقروها شلون تجي حتى تجي. اوكي شيء كلش مرتب، شيء كلش كلش حلو. هاي هي شيء شيء طبعا، هاي بس الشرابات والحلا، عندهم اكل بس انا اشوفكم المنيو مالتهم مال الاكل. اوكي والاسعار مالتهم حلوه معقوله وكلش مناسبه يعني، كلش مرتبات وكذا ما ادري ايش. يلا كملوا ويا المنيو تشوفوا عن بين ما اقلب، يا ترى هواي والله العظيم. هاي ديزرتس الحلو يعني، هاي اخر شيء هاي النراقيل، طبعا هنا صار النراقيل ما ادري شنو عندهم نراقيل يعني. هذا من الاكل مالتهم طبعا، انتم شوفوه على السريع، وقفوا وشوفوا لان ما اقدر انه اطول، لان بس على قد التصوير اخذت المنيو يعني. فهي هاي الاسعار والاسامي والرسمات مال الاكل همين كلهن وما ادري ايش، عرفت شلون. وهاي اكو واحد يمي دا يحاول يعبث، ممكن تهدؤون شويه؟ والله عادي يعني، عادي انا ان شاء الله راح اشوفهم كل اصدقائي وكذا. هذا على فكره ولد ترى مسوي اصابع هيك اظافر، لان شويه يشتغل كلمه تبدي بحرف الج، صادق مخاني والله شو اسوي، هذا حظي تمام. هذا المنيو مال الاكل انتم شفتوه، طبعا تقدرون توقفون على اي صفحه وتشوفون الاسعار مالتهم وكذا، كل شيء عندهم كل شيء طيب عندهم. هاي هسه طلعنا من القهوه، طبعا القهوه شفتوها ان شاء الله عجبتكم كلش، وهسه تنطر انا خايف على الكاميرا الجديات لان هاي كل ما املك بحياتي، فانتو والكاميرا كل شيء ما املك، كل شيء املك بحياتي. فهسه رايح للبيت، بس خلينا نشوف لنا تاكسي، بس يمكن نلقى تاكسي بهالجو هذا الحلو ونروح للبيت. يلا خلينا نكمل من التاكسي. يلا اعلمكم سالفه من ده تمطر، انه فرقوا رجليكم اوكي وامشوا على كيف يعني، خطوه سووها كبيره حتى شنو، حتى ما يتوسخ منطرونكم من ورا. هاي سالفه تعلمناها هنا باسطنبول، بس تمشي نص الشارع لين اكلت لي كفخه مي قبل شويه يعني. لقينا تاكسي اخيرا. كلاي جالسن شيء ميدانا. راح التاكسي وصلنا، قلت له بالتاكسي وصلني على الميدان على اساس انه اشتري اشي من الميدان وارجع على البيت. طلع على الميدان مثل ما تشوفون انه كلنا معزل يا غالي، فلازم شنو هالصندوق مشي للبيت يعني، هي 5 دقائق مشوا بس المشكله ده تمطر يعني. يلا خلينا نتمشى، شكل شعدنا جو المطر تحت. شوفوا ما انا قلت لكم من الصبح عن شاعر انا اتمشى تحت المطر كي ارى انعكاسك في الارض، فادوس عليك ايتها الالهه. انتوا ركزوا لي بالشوارع وشوفوا شلون اللمعه مالتها وبالمطر شلون حلوه تصير، والاشجار والاضويه وكذا يعني، انه ما احكي لكم الا يعني. والله العظيم انا حبيبي جو، والله العظيم حبيبي جو. يلا خلينا نكمل على البيت قبل ما انغسل، لان غسلتني سياره والحمد لله. يلا على الدنيا. قصدي وصلنا البيت. اوكي وصلنا البيت، خلينا نسد الباب. طبعا انا شنو شو هسه على صعدت عندي الطاقه ما ادري شنو، اقدم لكم طريق بيتنا اللطيف. وهاي منا تفضل تفضل تفضل، انتم دليتوا بيتنا مو تدرون يا بيت انا مو رقم 2 هذا هذا هذا. اوكي يلا خلنا افتح الباب من رخصتكم عين.
هاي وصلنا البيت يا غالي. شنو؟ حارة. المهم دي اوكي حارة بدل يعني حارة بدل يعني لضل هيك تدل. المهم يلا يلا كم لك سلينا سلينا. المهم جاني الاخباط اليوم اخباط شنو؟ اخبار والله ارد اقول اخبار والله ارد اقول اخبار والله. المهم انه انا جيت ما اكل شيء طبعا ما اكل شيء برا بس شويه اشياءات انه كوم اشياءات. المهم عبيت الكرش بس انسحق بالطريق فرجعت على البيت وطبخت وكلت مرت الاخو انسحق. هسه لين داحش بالكاميرا فهنا انا راح انهي الفلوج يا حبايبي وان شاء الله تكونوا متونسوا. طبعا شو اسمه المنطقه الميدان اللي رحنا له هذا بالشارع خلي اذكركم بالعناوين عشان اعجبكم. المهم الشارع هذا بالمحلات العربيه باسنيورت ميدان اسنيورت تمام. والقهوه رحنا لها اسمها بيج بايت بمنطقه بيليك دزو يم مقهى جوجا. مقهى جوجا كلش مشهور فانتوا اي واحد بس تكس قولوا له على بيليك دزو يم مقهى جوجا راح يوصلكم هناك بجمهوريه مهندسه. بيليك دزو كبيره جمهوريه مهندسه صغيره كتشوك. المهم فلهنا راح ننهي الفلوج. اذا ما نسوي اشتراك سوي هيت ذا سبسكرايب بتن اوكي وشغل الجرس لان اليوتيوب ما ينطي اشعارات حقير وانطي اللايك حبيبي اوكي وخلوا لي تعليقاتكم من جوا وان شاء الله تونستوا اليوم. ولهنا نقول لكم تصبحون على خير وبيس يا مان مع السلامه وباي باي.